بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. إلى أهلي في محافظة صلاح الدين، تسلمت زمام المحافظة لكي أعمل وأخدم، ولكن في هذه الفترة السابقة كانت للتجاذبات والإملاءات السياسية الأثر السلبي الكبير على الخدمات المقدمة وعلى القرارات المتخذة، وهذه التجاذبات تارة تجعلنا نتخذ قرارا غير مناسب، وتارة تجعلنا نتغاضى عن قضية غير صحيحة، وهذا الأمر يدعوني هذا اليوم لكي أكون صادق وأمين أمام الله وأمامكم بأني أعلن هذا اليوم انسحابي من أي حزب أو أي عمل سياسي، وأكون مستقلا لأعمل كمحافظ لمحافظة صلاح الدين بمهنية وبشفافية، وأبعد أي تأثيرات على القرار في المحافظة غير التأثيرات التي يرضى بها الله والقانون ويرضى بها شعب صلاح الدين. لن تكون هنالك إملاءات علي بعد الآن، لن يكون هنالك تأثير سلبي إلا أن يكون هنالك تأثير إيجابي ومشورة حسنة في هذا الاتجاه. سنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله، وسنضع الطريق الصحيح لبناء المحافظة.